بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته. وبعد، أيها المباركون، حديثنا اليوم عن أحد آل البيت الكرام الذين كتب الله لهم أن يدفنوا في مدينة خير الأنام، بل دفنوا في بقيع الغرقد، البقيع الذي اختاره جدهم صلى الله عليه وسلم ليكون مقبرة لأهل المدينة. حديثنا اليوم عن زين العابدين علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب، جدته لأمه فاطمة بنت محمد صلوات الله وسلامه عليه، وهي بنت رسول الله صلوات الله كما نعلم. زين العابدين اسمه علي بن الحسين، وغير خاف عليك أن لقب زين العابدين إنما أوتيه لكثرة ورعه وشدة عبادته، حتى إن سعيد بن المسيب قال له رجل: ما رأيت أحدا أشد ورعا من فلان. فقال سعيد: أرأيت زين العابدين علي بن الحسين؟ قال: لا. قال: لو رأيته لعلمت أنك لم تر أحدا أشد ورعا منه. زين العابدين علي بن الحسين كان مع أبيه الحسين بن علي في كربلاء، وتعلم أيها المبارك أن كربلاء شهدت مقتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه. قتل مظلوما شهيدا في العاشر من شهر الله المحرم، وكان على المشهور صائما، جاءوا برأسك يا ابن بنت محمد متزملا بثيابه تزميلا، وكأنما بك يا ابن بنت محمد قتلوا جهارا عامدين رسولا، قتلوك عطشانا ولم يترقبوا في قتلك التنزيل والتأويل، ويكبرون بأن قتلت وإنما قتلوا بك التكبير والتهليل. لماذا لم يقتل علي هذا مع أبيه الحسين بن علي؟ لم يقتل لأنه لم يشارك في القتال، كان يومئذ عمره 23 سنة، موعوكا مريضا، فلم يستطع أن ينصر أباه، فتركه القوم وأحجم عنه العدو، وما ذاك إلا بقدر الله حتى تبقى سلالة الحسين، لأن الحسين فقد أبناءه جميعا في معركة كربلاء كما فقدته الأمة رضوان الله تعالى عليه، ولعنة الله على من قتله، ولعنة الله على من أشار بقتله، ولعنة الله على من فرح بقتله. رجع علي بن الحسين إلى المدينة ونشأ فيها مع جملة من آل البيت الكرام بعد ذلك، ثم كتب له أن يموت بعد عمر حافل بالعبادة والطاعة، ووسد في هذا البقيع، بقيع أهل الغرقد. لكن لا نستطيع أن نتجاوز شيئا من سيرته، من أعظمها ما أفاءه الله عليه من نور التقوى والنور المنسل المأخوذ من جده صلوات الله وسلامه عليه. علي بن الحسين أمه من فارس، وأهل فارس في الأصل قوم عظام كرام، جاء في الأحاديث فضل أهل فارس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: سلمان منا آل البيت. وكان سلمان فارسيا، لكن قاتل الله من نشر الرفض في دولة آل فارس. سلافة ابنة يزدجرد هي أم علي بن الحسين، أي أن الحسين بن علي رضوان الله عليه ذلكم السلط تزوج سلافة بنت ملك فارس، فأنجب منها علي بن الحسين المعروف بزين العابدين. ألقى الله عليه جلاله ومحبه من الناس، وفضل الله لا يرده أحد. بدأ له ذات يوم أن يطوف بالبيت، وكان الفرزدق الشاعر المعروف بفسقه حاضرا، لكن الله يسخر خلقه لبعض خلقه، ولو كان المسخر فاسقا لكن العبرة بالمسخر له. حج هشام بن عبد الملك ابن مروان في خلافة أبيه، وعجز أن يصل إلى الحجر، والناس لا يعرفونه رغم من معه من الحرس والشرط وأهل الجاه من أهل الشام، فتنحى قليلا ينتظر أن يفرغ المطاف. في تلك اللحظات جاء زين العابدين ليطوف بالبيت، أن عرفه الناس تنحوا عنه، فاستلم الحجر بكل يسر وسهولة، فأكبر ذلك هشام ونقم في نفسه عليه، فأراد أن يفوت على أهل الشام سؤاله، فقال معرضا:
متجاهلا مكانة علي بن الحسين وهو يعرفه، قال من هذا؟ ليبين أن علي بن الحسين ليس ذلك الشخص المعروف، ليغم أو يعمم أهل الشام. فإذا بالفرزدق الشاعر الفاسق الذي لا ينتظر منه موقف في مثل هذا، لكن كما قلت هذا تسخير من الله. فإذا بالفرزدق ينطق هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، وليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم، كلتا يديه غياث عم نفعهما، تستوكفان ولا يعروهما عدم، سهل الخليقة لا تخشى بوادره، يزينه اثنان حسن الخلق والشيم، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاءه نعم، مشتقة من رسول الله نبعته، طابت مغارسه والخيم والشيم، هذا ابن فاطمة إن كنت تجهله، بجده أنبياء الله قد ختموا، يكاد يمسكه عرفان راحته، ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم. قصيدة تنطق بالفخر والعزة، فيها من المعاني الجليلة والألفاظ الفخمة، وفق الفرسدق فيها أعظم توفيق، ومن قيلت فيه أهل لأن تقال فيه هذه الأبيات، لأن الشعر يذهب رونقه إذا قيل في غير أهله، فلو أن أحدا فاخر بأحد لا يستحق أن يفخر به ذهب رونق الشعر وماءه ولم يقبله الناس. لكن قول الفرزدق هذا وألفاظه المعبرة، وقد عرف الفرزدق بألفاظه حتى قيل في حق الفرزدق لولا الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب، وجد هذا الشعر مضمارا رحبا لأن يقال فيه، ألا وهو الأخلاق السمحة والنسب الشريف العظيم الرفيع الذي كان يتحلى به زين العابدين علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ابن سبط رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. دفن زين العابدين كما قلنا في هذا البقيع، وقال مقولة عظيمة قبل أن يموت، قال والله ما أكلت بقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم درهما، فلا ريب أن قرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم توجب على الناس حقا عظيما، فلآل البيت حق عظيم يعرفه المنصفون، يعرفه الأتقياء، يعرفه من يعرف المكانة الحقة والمقام العظيم لرسولنا صلى الله عليه وسلم. ألا ترى أن أحمد بن حنبل عذبه المعتصم وجلده، فلما كان الجلاد يضرب الأصوات أثر ذلك في ظهر أحمد، فلما أفرج عنه وأخذ الطبيب يمسح أثر ما صنعه الجلاد على ظهر أحمد، كان أحمد يقول غفر الله للمعتصم، فيسأل لماذا تدعو له بالمغفرة وقد صنع لك ما صنع، فيقول إني لأستحي من الله أن يكون ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم خصيما لي يوم القيامة بين يدي الله. نعود فنقول رغم هذا الحق العظيم لهم آل البيت، كان زين العابدين يتحرج ويتورع أن يأكل درهما واحدا ساقه إليه قرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك أمور يستحي المرء أن يأكل منها كالعلم وقراءة القرآن وأمثال ذلك، فإن الإنسان الأبي الذي يريد ما عند الله والدار الآخرة يأنف من أن يأكل بعلمه أو أن يأكل بقراءته للقرآن، ويقع على العلماء وعلى الحفاظ وعلى أهل الدين ما لا يقع على غيرهم من عامة المؤمنين. غاية الأمر أن يعرف أن في تدارس سيرة الأخيار وزين العابدين واحد منهم بلا ريب يثمر عن ذلك أمرا عظيما ونفعا على النفس يدركه العقلاء ويعرفه المنصفون الشرفاء. قلنا إن علي بن الحسين من سلافة ابنة ملك فارس، وانظر كيف أراد الله بابنة ملك فارس خيرا، ساقها الله بعد أن كانت في ظل عرش أبيها إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتحظى بالزواج من سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسين بن علي، ثم يكون من ذلك الزواج هذه الثمرة المباركة علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب. وهذا الفضل في قضية ما أفاءه الله على سلافة كثير في الدين، فأنت ترى أن بلقيس خرجت من أرض اليمن لا تنشد إلا شيئا واحدا حفاظها على عرشها، لكن الله جل وعلا أكرمها بالإيمان وأعطاها أعظم مما كانت تؤمل،
وردها بأجل مما كانت ترجو. قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. إذن من هذه الأحداث ومثل تلك الأخبار يستفيد العاقل أن فضل الله واسع، وأن الله قد يعطي المرأة أكثر مما يؤمل. وأعظم الشواهد على هذا، وإن كان في هذا استطراد عن حياة علي بن الحسين، أن موسى عليه السلام كان همه يوم أن كلمه الله جذوة من النار، وقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فبماذا آب؟ بماذا رجع؟ رجع بأن أصبح نبيا رسولا كريما للواحد القهار. إذن لا ييأس من روح الله مؤمن، ولا يقنط من رحمة الله إلا الضال. فلننخ مطايانا ونكسر قلوبنا بين يدي ربنا جل وعلا، ونسأله تبارك وتعالى من فضله. نعم زين العابدين وسد هذا البقيع، لكن الذي أفاء على زين العابدين من عطاياه وأتاه من فضله رب كريم حيي حي لا يموت. فلنسأل الله جل وعلا من فضله، ولننكسر بين يديه تبارك وتعالى، ولا نيأس من روحه، ولا نقنط من رحمته. جعلني الله وإياكم ممن أفاء الله عليهم بفضله، وعاملهم تبارك وتعالى بكرمه، وجعلني وإياكم من المباركين. ونردد ما يقول أهل المدينة دائما: إلهنا نجنا، إلهنا نجنا من كل سوء، فأنت إلهنا مولى الجميع، وهب لنا في المدينة مستقرا ورزقا ثم دفنا بالبقيع. هذا ما تهيأ إراده وأعان الله على قوله، والحمد لله رب العالمين.